طيب بس تعالوا نروح لي شوية صور كده عن اللعيب المنتخب تختاروا منهم ونبدأ بيه أفضل لاعب في مباراة غينيا بيساو. الصور يا كابتن هشام، الصور يا كابتن جلال. كابتن هشام اتفضل. أنا؟ طبعا صلاح، لأن في النهاية واحد جاب لك جول أنت محتاجه من واحد زي صلاح. صح. فلما صلاح ياخد مان اوف ذا ماتش كمان إن هو أحسن لاعب في المباراة وإن هو عشان جايب جول، هو صراحه عليه عبء كبير. فطبعا الاثنين كانوا كويسين جدا امبارح فعلا. ثلاثة. الصور يعني الاثنين مع صلاح يعني كانوا كويسين جدا. السوليه عمل اسيست جامد جدا جدا. صح. وهايل في المباراه رغم ان هو جاي برده من اصابه من 22 ديسمبر ويلعب. وعمر كان هايل امبارح. رايك كابتن جمال افضل لاعب؟ عمر كمان. عمر كمان ابو لانه ده تعتبر بالنسبه له اول مباراه فاول بطوله رسميه بالنسبه له، بطولة افريقيا، مركز مش مركزه اتحط في موقف صعب جدا. صح. فبيلعب مكان كمان واحد يعني كان ماشي بشكل رائع اللي هو اكرم. فلا يعني اعتقد ان عمر ادى بشكل كويس. طيب اعلى لاعب في مباراه غينيا بيساو، الصور اللي بعدها يا جماعه. اقل انا بالنسبه لي النني. كابتن جمال والله يعني مش عايز اظلم برضو حد، لانه اقل لاعب في احنا لما بنقول اقل لاعب في المباراه مش بنقول ان هو اقل لاعب بشكل عام. هو اقل لاعب في المباراه بالنسبه لي. كنت شايف ان مثلا عمر مرموش كان لازم يديني مردود افضل من كده، بس طريقه اللعب ظالمه. عبد الله السعيد مش في مكانه فبرضو طريقه اللعب ظالمه بالنسبه له. يعني بالنسبه لي ممكن يبقى النني لانه مكانه ويعني عايزين منه افضل من كده بكتير يعني. طيب الصورتين اللي جايين، صورتين الاثنين مهاجمين، مين الافضل يبدا اساسي مع منتخب مصر المباراه اللي جايه؟ لازم محمد شريف ياخد فرصه. لازم يعني انت اديت مصطفى محمد مرتين. وعايز اقول حاجه، مصطفى محمد امبارح كان كويس وطلعته وهو بدا يبقى كويس. فواضح ان انت مش مقتنع برضو مصطفى محمد. ما هو ده انديكيشن ولا محمد شريف. فهو اوريدي اصلا مقتنع بالاثنين. بس يعني يبقى لازم تدي الفرصه لمحمد شريف عشان تحتاجه في اللي جاي يا كريم. انا مش بتكلم على دلوقتي، بتكلم في دور ال 16. هيبقى انت هتلاعب فرق اقوى من كده بكتير. صح. ونوك اوت خلاص يعني. صح. مفيش هزار. مفيش مفيش بقى هطلع تاني ولا تالت ولا قابل مين ولا قابلش. والمره الجايه هبقى انزل فلان بالظبط. فانا رايي وجهه نظري يعني محمد شريف. يعني رايك كابتن مباراه السودان؟ هيلاعب الاثنين. هيلاعب الاثنين اصلا. اوكي. يلعب الاثنين. هيلعب شريف جناح. جناح ايه بقى؟ وارد. شمال. برافو. مصطفى محمد ومحمد صلاح ولا اعتقد لا اعتقد انه هيلعب محمد شريف اعتقد. طيب السؤال اللي بعد كده ليه، لاعب شايفه المفروض يبدا اساسي مع منتخب مصر بعد كده؟ زيزو طبعا. زيزو لا خلاف يعني. مفيش خلاف يعني طبعا. طيب لاعب المفروض يطلع من التشكيله الاساسيه لمنتخب مصر، لاعب عفوا كان المفروض يبقى موجود مع منتخب مصر. ثلاثة. بصراحة يعني. ثلاثة. يعني قفشة هيبقى دوره مهم جدا مكان عبد الله السعيد. لو عبد الله السعيد مش كويس. المشكلة برضه هشام في قفشة. ما هو ده مش هيبقى مكانه برضه. مش هيعرف يعمل حاجة. على الأقل هيتحرك من دماغه زي زيزو. هيتحرك ويمسك كورة ويلعب. دي حاجة تانية. إنما لو لعب لو هو. هيتظلم برضه. لكن أنا بقول لك الثلاثة. رفعت أنت محتاجه على الطرف. فعلا محتاجه. لان تريزيجيه لسه ما جهزش قوي. انا عندي رمضان صلاح لسه ما استخدمتوش. طب هنعمل ايه؟ هنعمل ايه يعني؟ انا اقصد طب استخدم اللي عندك عشان طارق حمد لازم يبقى ليه دور بصراحه. يعني كان لازم يبقى ليه دور. موضوع طارق حمد الثلاثه. انا بقول الثلاثه. موضوع طارق حمد وقفشه. فكره ان انا خايف ان او يعني مش عايز ابقى معايا نجوم عشان ممكن يبقوا قاعدين احتياطي، دي يعني مش شخصية المدير الفني القوية. هو إيه اللي كان منجح مانويل جوزيه مع الأهلي؟ إنه معاه 25 نجم وقادر إن هو يسيطر عليهم. هي دي الإدارة بتاعت الكورة ودي شخصية المدير الفني. لازم يبقى معايا اللعيبة كلها كويسة واللعيبة كلها نجوم، ولازم يبقى فيه اللعيبة متقبلة إن دول ال 11 اللي هيبدأوا وإنت ليك دور في جزء من المباراة أو في ليك دور مش هتلعب المباراة دي أصلا. هو ده المدير الفني القوي. طيب كابتن هشام هسألك السؤال في الختام يعني التقليدي. أنا عارف إن هو سؤال تقليدي يعني، بس عشان نطمن شوية يعني، هو في مساحة للتفاؤل؟ في مساحة للتفاؤل؟ لأن شخصية اللعيبة وشخصية منتخب مصر بتدي مسؤولية كبيرة جدا. فهتبان في المواقف اللي جاية. المواقف اللي جاية أصعب
واعتقد ان احنا لازم نبقى متفائلين شويه بغض النظر عن الراجل وفكره. انا كلعيبه بوجه رساله للعيبه، اللعيبه عليها دور كبير جدا وتحديدا اللعيبه الكبار، يعني قائد زي صلاح مهم جدا يبقى ليه دور بشكل كبير جدا، الشناوي، السوليه، حجازي الونش، حتى الونش نفسه يعني النني طبعا برضو مهما كان لعيب كبير، لكن في النهايه لازم يبقى ليهم ادوار ولازم نتفائل، لان لما بتحط في موقف صعب اعتقد بنبان شويه يعني.